يجب أن نقول كل الحقيقة في قضية الصحراء. قضية الصحراء لم نؤمن بها يوما من الأيام. الكيان الصحراوي لم نؤمن به يوما من الأيام. ولو كان كيان صحراوي لما كنا أطلقنا على تلك المنطقة اسم صحراء. هي صحراء لأنها معدومة من حكم ذاتي، هي في تبعية سياسية وتاريخية إلى دولة أعظم هي في جوارها، وهي دولة مراكش. مهما كانت العاصمة مراكش أو مكناس أو فاس أو الرباط، مهما كان الأمر. ولذا هذا من ترهات يعني الانتهازية للقيادة العسكرية الجزائرية. ثانيا، الدول الأفريقية لم تؤمن يوما بالكيان الصحراوي. نحن شهدنا معناها زيف القرارات التي اتخذتها منظمة الوحدة الأفريقية في الثمانينات تحت تأثير ليبيا والجزائر. أنا كنت شاهد لأنني كنت مدة سنتين مدير إفريقيا، وساهمت في اللقاءات الوزارية والقمم الإفريقية، وزملائي التونسيين كذلك عشنا جميعا كل هذه المتاهات. فكواليس معناها منظمة الوحدة الإفريقية كانت سوق تباع وتشترى فيها التصويت والانتماء إلى القرارات التي يتقدم بها الوفد الليبي أو الوفد الجزائري بغطاء أفريقي ثالث. الدول الأفريقية لم تؤمن بذلك، وأنا شخصيا شاهد على وفود أفريقية يأتون إلي ويقولون لي لا تلمني، إني سأصوت لصالح القرار الجزائري. لماذا؟ لأن من يسد علينا إما الجزائر أو ليبيا الفاتورة لاستيراد الأدوية التي نحتاجها في وطننا لمدة 6 أشهر، من يسد لنا الفاتورة لتوريد الأدوية نصوت لصالح معناها قراره. من يهدينا باخرة من النفط حتى يسد لنا حاجياتنا في الطاقة لمدة سنة نحن نصوت له، ولا تلم علي في ذلك. ونحن نحتاج إلى هذه المساعدات، ولما نجدها بتصويت نحن نتنازل في هذا التصويت. ولي شهادة أكثر من ذلك، لي شهادة من وزير خارجية كان يقصدني، وكنا نتحدث وكنا أصدقاء، من إفريقيا الجنوبية، ليست دولة إفريقيا الجنوبية لأن ذاك لم تكن الدولة منخرطة في منظمة الوحدة الإفريقية بحكم الأبرتايد، لكن واحدة من الدول التي كانت في محيط جنوب إفريقيا ذاك. يقول لي بكل معناها غضب يعني بلهجة شديدة، كيف تتعاملون مع جيرانكم؟ فأجيبه، من تقصد من جيراني؟ قال لي الوفد الليبي. قلت له ماذا جرى؟ فخرجت معه إلى الكواليس، لأن كنا في قلب جلسة وزارية ذاك، وقال لي كنت جالس على منصة بلادي وأتاني دبلوماسي معناه من الوفد الليبي، قال لي رئيس الوفد الليبي يرغب في لقائك. فقمت ودلني الشاب إلى رئيس الوفد الليبي، وإذا برئيس الوفد الليبي يدفعني إلى غرفة زاوية معناها مخفية، ويفتح حقيبة كانت في يده كانت مرصوصة بالدولار، ويقول لي هذا لك لو تصوت لصالح القرار الصحراوي، لأننا لا نزال نحتاج إلى 3 أصوات حتى نفوز معناه بالاعتراف بانضمام الدولة الصحراوية إلى المنظمة. فقال لي دفعت
الحقيبة بكل ما كان فيها فانبثر وتدرع، وعدت إلى مقعد وطني، وأحببت أن أسارك بهذا السر، لأنني أشعر بالفضيحة، لأنني يعتبرني هذا السيد رخيص إلى حد أن صوت بلادي أبيعه برزمة أو رزمات من الدولار. هذه من الشهادات الإفريقية، لكن عندي شهادات أخرى، مثلا شهادة محمد الشرفي الذي كان من أقدر الشباب التونسي في قضية حقوق الإنسان، وكان رئيسا للرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وأستاذ في القانون الدولي، وأصبح وزير التربية في وقت من الأوقات لمدة طويلة. فسنة 80 أسس حركة اسمها لقاءات مغاربية، Rencontre Maghrébine، وكان في نيته أن يعقد ندوة أو ندوات، سلسلة من الندوات كل سنة، يجمع فيها الوفود من الدول المغاربية الخمسة ابتداء من سنة 81، وتكون الوفود كل واحدة منها تتألف ممن يمثل الأحزاب الحاكمة، وممن يمثل المجتمع المدني والنخبة الجامعية والمعارضة وكذا. فلقي معنى صعوبة مع الجزائر، معنى غيرها من الدول لم تعارض في ذلك، فرحل إلى الجزائر، رحل إلى المغرب واستقبله رضا غديرة، ورحل إلى الجزائر واستقبله معنى الشريف مسعدية في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية قاصدي مرباح وأحمد طالب إبراهيم. فعرض عليهم معناها شريف مسعدية في مرحلة أولى، ثم الاثنين الآخرين جميعا عرض عليهما نواياه في العملية، وهما يستمعان إليه. بعد أن استمعا إلى طرحه لمفهوم المغرب الكبير وكيف ممكن نتغلب على المصاعب التي كانت شديدة سنة 80 و81، أنتم إذاك في حرب منذ 4 سنوات في ذلك العهد، ونحن كنا قطعنا حرب قفصة إذاك معناها بعد سنة. فأجابه قاصد مرباح، قال له كل هذه الأطروحات معناها بالنسبة إلينا لا نقبلها، لأن الجزائر لم تكسب بفضلها نافذة على المحيط الأطلسي، فما دمنا لا نكسب نافذة على المحيط الأطلسي نحن لا نرخص لوفد الجزائري للمشاركة في العملية التي تقوم بها. فهذه شهادة هامة. عندي إكراه الوقت، أنا أقول لك هذه شهادة هامة لأنها منشورة في مذكرات محمد الشرفي، في مذكراته بعنوان معناه مون كومبا بور لي لوميير، الذي صدر سنة 2009 في باريس، تجدونه بسهولة وهو يشرحه بكم. ولي شهادة أخيرة من أحمد بن صالح الوزير التونسي، الزعيم التونسي السياسي والنقابي. كنت سألت أحمد بن صالح في بيته، لأنه بعد أن انقلبت عليه الأحوال في السياسة التونسية فر من تونس ولجأ إلى الجزائر، فسألته لما لجأت إلى الجزائر، وكان ذلك في فبراير 73 عام 1973، كيف استقبلت الإخوان في الجزائر؟ قال لي استقبلني الإخوان بكل ترحاب وبكل اطمئنان وبكل تكريم، وأنا ممنون لإخوان. وأنا لا أستغرب هذا، لأن أحمد بن صالح من أهم الزعماء التونسيين وكان له مكانة عالية. وقال لي لما استقبلني هوارب مدين الرئيس ذاك، دعاني بعد حديث في مكتبه إلى جولة في الحديقة، ولما خرجنا إلى الحديقة وصلنا الحديث، وتوقف هوارب مدين
دقيقة وقال لي وهو يشير بيده إلى غروب، معنى محور غروب الشمس يعني إلى المملكة المغربية، وقال لي، وأحمد بن صالح قال لي أنبهك إلى هذا، هذا مهم بالنسبة للحاضر والمستقبل. قال له هواري بومدين: ما دام هؤلاء يتحكمون في العرش، معناها في المغرب، نحن لا ننام مطمئنين. هذا كان في فبراير 73، يعني 4 أو 5 سنوات قبل الحرب على أمجلة، وقبل الحرب التي تدوم اليوم 45 سنة، بحيث المكنون في ضمائر الحكام الجزائريين العسكريين الذين سلبوا الشعب الجزائري من ثرواته، وسلبوا الجيران المغاربيين من حقوقهم، ولا يزالون، هؤلاء الشعب الجزائري قضى عليهم. فمفهومهم للكيان المغاربي مفهوم انتهازي، ليس هو قانوني، وليس هو أخلاقي، وليس هو تاريخي، ولا يعتمد على أي شيء إلا على الانتهازية وعلى تفتيت المغرب الكبير والتحكم، معناها بهيمنة وبقهر على الجيران، كما فعلوا مع نظام مختار ولدادة، وكما سعوا مع الحسن الثاني وبعده، وكما سعوا مع الحبيب بورقيبة في حرب على قفصة. بحيث يجب أن نوضح أركان هذه القضية، القضية الصحراوية هي لا شيء دون العزيمة والإصرار الجزائريين، هي لا شيء، بحيث نحن ضحايا لشيء افتعالي، شيء بعيد عن ضمائرنا، وبعيد عن التاريخ، وبعيد عن القانون.